أكد نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي على وجود فرص حقيقية للاستثمار ما بين الأردن والعراق، خاصة في إعادة الإعمار والإنشاءات والبنية التحتية. وقال ناجي في تصريح صحفي على هامش اجتماع دوري للمجلس في عمان إن مجلس الأعمال العراقي قرر وبعد زيارة رئيس الوزراء الأردني الأخيرة إلى العراق إقامة عدة جلسات وندوات حول الاستثمار في العراق والأردن. وأضاف ناجي أن مشاريع عديدة وكبرى ستنشأ بين البلدين، ومنها مشروع قيد التنفيذ وهو مد أنبوب النفط بين الأردن والعراق لنقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة جنوب الأردن. على الحكومة العراقية المشروع النفط هو من يعني مرحلتين، مرحلة الأولى في داخل العراق ومرحلة خارج العراق. مرحلة خارج العراق اللي هي بالمراحل النهائية انحالت إلى أحدى شركات، يعني ائتلاف شركات، وهذه الشركات أكيد راح تستعين بالخبرات وبالمقاولين الأردنيين، لأنه ما ممكن إنجاز عمل واحد، عمل كبير، مشروع ضخم أكثر من 4 مليارات دولار. بالجانب العراقي المجال مفتوح لكافة الشركات أردنية كانت أو عراقية، شركات مقاولات، شركات لوجستيك، لتقديم الخدمات لهذا المشروع، وإحنا نتأمل بأنه يتم إنجاز التعاقدات خلال فترة وجيزة.